السلام عليكم مشاهدي الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا اينما كنتم. هنا فيديو جديد من امام لعب طنجة المقطوطة. كما كتشوفوا الاشكال لا زالت على حالها، فقط الكفراج ديال داك السكي بوكس روم مزالين كيديروا الكفراج ديالهم باش يحاولوا يلعبوا البيطون، لان اللمسات الاخيره ديال الكفراج اللي يغلفوا. كما كتشوفوا هاد الواجهة هادي، هاي داك الروم الأخرى عاوتاني، أحسن هي هادي جوج اللي كيركزو عليهم كيديرو الكفراج ديالهم جوج في الوقت، وواحد التالتة راه كيوجدو البلاصة ديالها. شوية غادي تشوفوها في الفيديو، وانا تعمدت هذا الفيديو نديرو المونتاج، يعني درت باش كيهزو ديك الأعمدة ديال ولا الدعامات ديال السقف، عاملة ديال السقف كما كتشوفو. هادي فوق البوابة الرئيسية، في الأرض يعني تاكي يصبغوها في سعودية وداك اللي مع بعضياتهم كيصبغوها عاد كيطلعوها، اللي كتوقف من فينيا كما كتشوفو في كيفاش متبسين في الأرض. هادي بوابة أخرى، بوابة أخرى كانوا حفروها تا هي باش في مواساة مع أرضية في الملعب، تساوية مع أرضية في الملعب. كانوا حيدو واحد المكازان تما باش نوسعو الباب، راه كيصاوبوها كيديرو السقف. ها هو الدعامة ديال السقف كيصبغوها، كيديرو عليها الزينة فوق البوشار، ومن اللمسات الأخيرة باش غادي يديوها للبلاصة ديالها غادي يحطوها. مكسبناش هما نحضرو على العملية ديال المونتاج ديالها، ان شاء الله كتكون تصادف مع شي نمره. يعني باقي بزاف ديال التحفيز
نحاول إن شاء الله نعمل المهنة دي باش نتكلم نصور من داخل الملعب. هناك يديروا واحد جوج قروات وكيبنيهم تما، صراحة ما عرفش يسرعوا مالك قريبا من الشخصية. أكثرهم هي موحد ملعب تنزل عاودي الآلات تخسر مكي عاودي ودورو مكياش، وحتى هنا كيتسالو فيديو قادم بحول الله تعالى.